كل عام وانتم بخير، ناس في سنة جديدة، أتمنى لكم كلكم التوفيق. سيدتي والسادة ممثلي هيئة التنظيم لمسابقة وحفل بولان دي أو بتونس، إخوة ممثلي المؤسسات الشريكة والمتعاونة في هذا الحدث، ضيوفنا الكرام مختلف وسائل الإعلام التونسية، يسعدني أن أرحب بكم جميعا باسمي وباسم شركة أولا إنرجي تونس. ليبيا أويل تونس سابقا، العلامة التجارية السابقة أويل ليبيا. لقد أعلننا في أواخر السنة الماضية بحضوركم المشرف عن تغيير اسمنا التجاري وعلامتنا في تونس وفي أفريقيا لنصبح أولا إنرجي. وسيكون ذلك تدريجيا خاصة على مستوى شبكات محطات الخدمات. وحضورنا اليوم معكم هو بمثابة نقطة بداية لعلامتنا الجديدة والمتجددة التي نرجو أن تصاحبكم طيلة سنة 2019 بأنشطتنا المتعددة وأحداثها المتتالية الاقتصادية والاجتماعية والرياضية. نحن في الحقيقة ممتنون لكل مبادرة وحدث يسعى لتعزيز مكانة قطاع السيارات في تونس، وهو قطاع فيه نشاط اقتصادي وتجاري كبير وله ابتكارات متتالية، ويحظى باهتمام الجميع من العامة والخاصة والدولة والمؤسسات. لقد أعجبتنا فكرة تنظيم مسابقة وتظاهرة لتكريم علامات السيارات في تونس، ولم شمل وكلاء السيارات وكافة المتدخلين في إطار منافسة شريفة ونزيهة. لذلك دعمنا هذا الحدث وساهمنا في إثرائه ليصبح حدثا سنويا مرموقا. إن شركة أولا إنرجي اليوم لها علاقات شراكة وتعاون مع أغلب العلامات ووكلاء السيارات وموزعي قطع الغيار بتونس، ونحن نوفر يوميا كافة أنواع الوقود وزيوت المحركات والخدمات والمنتجات المتنوعة المرتبطة بعالم السيارات والنقل. إن منتجاتنا منصوح بها من قبل الخبراء والمصنعين لكافة السيارات، وسنواصل الاستثمار والابتكار من أجل الاستجابة لمتطلبات محركات السيارات الجديدة، حيث أصبح الأداء التكنولوجي وخصائص الوقود والمعايير البيئية من أهم المستوجبات. نحن اليوم ندير إحدى أكبر الشبكات الخاصة لمحطات الخدمات في تونس، 177 محطة خدمة بكامل الجهات تم تحصيرها وتحسين تجهيزاتها لمواكبة متطلبات حرفاؤنا. هذا إلى جانب المصانع والمرافق والمستودعات الخاصة بوسائل النقل البري والجوي والبحري. نحن نواكب العصر والتغيرات والطلبات الجديدة للحرفاء من أفراد ومؤسسات، ونؤمن بالابتكار والتجديد، كما نطمح أن نكون من الأوائل في مجال الإنتاج والتوزيع وصقل موارد الطاقة بتونس وأفريقيا. مرحبا بكم مجددا، وأتمنى كل النجاح والتوفيق لهيئة تنظيف بولان دي أو، وشكرا لكافة الحضور، والسلام عليكم.